عشاق الرياضات على الطريق كانوا على موعد صباح اليوم مع منافسة النسخة السنوية الخامسة لسباق كازا نيرشور المقام على مسافة 10 كيلومترات. تظاهرات أضحت تستقبل سنويا مئات المشاركين من الأطر العاملين بالشركات والمؤسسات المتواجدة بمجمع كازا نيرشور إلى جانب العدائين البارزين على الصعيدين المحلي والوطني. سباق اليوم عرف مشاركة أزيد من 500 عداء وعداء، وأعطت نتائجه فوز كمال بشيري على مستوى الذكور ومريم كاجاني على مستوى الإناث. روبورتاج أمين هنوي، عبد الرحمن زيان وجهاد ليبري. بمشاركة أزيد من 500 عداء وعداء انطلقت هذا الصباح منافسة النسخة الخامسة لسباق كازا نيرشور 10 كيلومترات بالدار البيضاء، سباق يعرف مشاركة عدائين من الهواة والمحترفين بالإضافة إلى العاملين داخل هذا المجمع، والهدف خلق أجواء رياضية خاصة والتنافس على مسافة 10 كيلومترات على المستوى الفردي أو حسب الفرق. الفوز في ختام هذا السباق عاد للعداء كمال البشيري الذي حقق توقيت 30 دقيقة و56 ثانية. على مستوى الإناث عاد الفوز بلقب النسخة الخامسة لسباق كازا نيرشور إلى عداء مريم الجكاني. كان سباق هائل، تقريبا 500 ناس اللي تسجلوا، منهم لي سالاريي ديال الشركات اللي موجودين في لو بارك كازا نيرشور، منهم اطفال ديال لي سالاريي والناس الهواة والمختصين ديال السباق. كنحب العدو، وقت ما كان شي حاجه كنقدر نشارك فيها الا قدرنا نتكلفوا بالوليدات ولا كاين اللي شدهم كنلبسوا الدوسار وكنجيو نجريو. دايوغ كان نادي جميع الإناث باش يجيو يجريو حتى هما. درت المركز الأول وكنلعب للنادي الألعاب الوسام ألعاب القوى اللي كتنضم للمحمدية، وكانت منافسة شوية قوية. على مستوى باقي نتائج هذا السباق، عبد الصمد شعوحل في المركز الثاني وعثمان بنبار في المركز الثالث. كما شهدت هذه التظاهرة الرياضية تنظيم سباق خاص بالأطفال والهدف إبراز أهمية الممارسة الرياضية داخل فضاءات هذا المجمع وإشراك جميع العدائين محترفين وهواة في المنافسة على ألقاب هذا السباق. وللحديث عن هذه التظاهرة معنا مباشرة من الدار البيضاء السيد عبد الله أكريم مدير سباق كازا نيرشور 10 كيلومترات. بداية، ما الجديد الذي حملته هذه النسخة الخامسة؟ وما الهدف من تنظيم منافسة تشرك العدائين المحترفين والهواة بالدار البيضاء؟ شكرا على الاستضافة وشكرا على المواكبة ديال القناة الأولى، وبهذه المناسبة كنستغلها باش نبلغ الشكر ديال إدارة مدزد سورسينغ للجميع من ساهم في إنجاح هذا السباق من سلطات محلية وأمنية. فعلا فالسباق عرف واحد المشاركة مكثفة ديال أبناء العاملين والعاملين داخل مركب كازا نيرشور، وعرف واحد النجاح كبير نظرا للجو اللي كان في الموعد كذلك، فكان الجو ممتاز رياضي بامتياز، وكان جو من المتعة يعم جميع مراحل هذا السباق. طيب، إلى جانب هذا السباق، ماذا عن الأنشطة الرياضية الأخرى التي يحتضنها مجمع كازا نيرشور؟ بالفعل احتضن المركب هذا الصباح العديد من الأنشطة المواكبة للسباق، منها واحد الفترة إحمائية من طرف مختصين اللي خصصناها للمشاركين، وكذلك نظمنا سباق للأطفال من جميع الأعمار لإشراكهم في السباق. بالإضافة إلى هذا فكانت عندنا قرية للأطفال مليئة بالألعاب اللي ضفات واحد الحلة جميلة جدا هذا الصباح بمركب كازا نيرشور. نعم سيد أكريم، كيف تساهم مثل هذه السباقات في التنشيط الرياضي للعاصمة الاقتصادية؟ في الحقيقة الهدف نبيل جدا، وهو انفتاح مركب كازا نيرشور على محيط السوسيو رياضي مدينة الدار البيضاء، ولهذا كان فسح المجال وسعنا قاعدة المشاركة ديال العدائين. فعلاوة على مدينة الدار البيضاء جونا عدائين من مدن أخرى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإشعاع اللي ولا كيعرفوا السباق ديال 10 كيلومتر اللي كتنظمو مدزيت سورسين بمركب كازا نيرشور. بكل صدق
الفرق فهو دخل في الأجندة السنوية ديال مدينة الدار البيضاء. فلهذا أنا من الآن أضرب لكم موعد نظر النجاح ديال النسخة الخامسة، فأضرب موعد من الآن للنسخة السادسة إن شاء الله في سنة 2020. وما تفوتنيش الفرصة باش نتمنى لكم والمتتبعي القناة أجمعين سنة سعيدة ومليئة بالصحة والعافية للجميع. شكرا لكم سيد عبد الله كريم مدير سباق كازا نيرشور 10 كيلومترات، كنتم معنا مباشرة من الدار البيضاء.